بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب عليكم. النهارده بناء برضو على رغبات حضراتكم هنعمل نوع فراخ اللي هي المشويه في الفرن السيخ، على قد ما نقدر كده ان احنا ان شاء الله نطلعها فراخ. طبعا بتيجي بتتغسل بالملح، نشيل منها الزفره تماما. الطلب مننا الرز اللي هو بالفراخ هنعمله مع بعض، نوع عجاين كده بيتعمل باللحمه وبيتعمل بالسجق. هنشوف الدنيا فيها مع بعض. اول حاجه هنعملها تعال ندخل الفراخ تستوي في الفرن، عشان اما بيبقى الوقت عندي حاجتين بيستوي في الفرن فبياخدوا وقت. هنعمل دلوقتي الفراخ المشويه في الفرن في السيخ ونشوف الدنيا فيها ايه، ونقدر نوصلها انها تتعمل زي المحلات ولا لا. مقادير بتاعتنا عباره عن ايه، او مقادير تتبيله الفراخ؟ الامور سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. الفراخ عباره عن فرختين فرخه زي ما انتم عايزين، ثمره طماطم او صلصه، ثمره بصل، 2 فص ثوم، عصير ليمون ضروري واهم حاجه، 3 معالق كبار من الزيت، وملح وفلفل اسود وملح. يا سلام لو عندي زعتر، ويا سلام لو كان زعتر فريش، هيبقى مفيش بعد كده، ويبقى مفيش حد زيكم ابدا في الدنيا. نقولها سريعا تاني، فراخ سيخ اللي هي المشوي ازاي؟ 2 فراخ او فرخه واحده، ثمره طماطم او صلصه، ثمره بصل. الطماطم لازمتها انها بتدي اللون، ثمره بصل مبشوره، 2 فص ثوم مطحون، ملح فلفل اسود، عصير ليمون، 3 معالق كبيره من الزيت. اهم حاجه يكون عندي عصير ليمون، ويا ريت لو في مصطاد. نرجع تاني مخرجنا العبقري كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. الامور سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. بيكون عندي سيخ، يا ريت السيخ دي بقت موجوده دلوقتي، السيخ اللي هي السوري العريضه ديت، هو كان جايب لي السيخ طول كده فانا قسمته على 2، ورحت عند حد خراط عمله لي كده، فهو ابتدى كمان يعملهم كده. طيب بيمشي ورايا يا عم، زي ما اكون انا يعني بفهم انا بعمل ايه، ده هي بتيجي كده. هنبدا نحط التتبيله بتاعتنا. الفراخ بتيجي، اول ما الفراخ تيجي بنغسلها بندعكها بالملح عشان تنزل اي زفاره فيها، شويه مستردة كده طول ما عندنا جدعنه، وندعكها يا ريت بدقيق دقيق الذره، ونسيبها شويه تنزل كل الزفاره، هي الدم تنزل كل الدم اللي فيها، نشطفها شطفه حلوه وخلصت القصه بتاعتنا. ادي الملح، بص انا بحط الملح بالمعلقه، ما اعرفش ان كان كتير ولا قليل، لازم احطه بايديا. وادي الفلفل الاسود، وادي الزيت، ما تحطوش بايدك ليه يا شيف محمود؟ عشان ما وسخش الكلافز اللي معايا. طب ما هو كده كده هيتوسخ دلوقتي، فعلا معاكوا حق، ولكن يلا بينا ده اللي حصل. وبعدين ناخد بقى الزيت، احنا حطينا الزيت وادي الملح والفلفل الاسمر والمستردة والصلصه وعصير الليمون، وعملنا الخليط بتاعنا. هنبدا نقلب الخليط بتاعنا بالشكل ده كده خلاص، ونشوف الدنيا فيها ايه. بره وجوه الفراخ هتديها كويس جدا، ويا سلام لو شويه مستردة عندي، شويه مستردة ويكونوا عندي. وبعدين يا شباب هنبدا نشيل البصل مع صوص الطماطم بالشكل ده، ونبدا نعمل كده، مش عشان صايم هتوقف لي يعني، خلاص هخلص الفراخ واديها لك، كلنا صايمين مش انت لوحدك. وبعدين هنبدا نيجي كده. اهم حاجه الفراخ في الشوايه او فراخ الشوايه انها تتكتف، حتى لو داخل الفرن يا جماعه تتكتف، الا لو انا هقطعها اربع، يعني مثلا عندي مناسبه فرح حفله فسيبها كده، لما اجي اقطعها وهي متكتفه هتلاقوها الورك اتفسخ، الدبوسه لوحدها وبقيه الورك لوحده. وادي كده نبدا كتف. مين معايا؟ استاذنا الرائع. وادي كده التتبيله دي، لو انا عندي حاجه تاني هعملها بكره بتاع، اقدر احطها في علبه او حاجه في التلاجه، واقدر ان انا اشغلها تاني، مفيش اي مشاكل ابدا. اللي هو الليمون على الطماطم، انا بقى نقول اصلها اتزفرت يا شيف محمود ونزلت فيها الفراخ، ما تقلقوش كله بيعمل كده. وادي السيخ اهو، المفروض لو الفرن عندي مميز شويه يعني هو ده السيخ بتاعه، هنعلقها كده. مفيش، فاحنا هنعلقها على حاجه زي ما عملنا الكفته، بحيث انها ما تنزلش للارضيه، انا عايزها تبقى متعلقه كده تستوي. امبارح وانا بفتح النت
لقيت واحد عامل شوايه بمجازينه مش عارف هو اللي مبتكرها ولا ايه، بيرفع النار وينزلها ويقلب حاجه كده، حاجه كده عقل يعني مفكر جميل قوي. الافكار الحلوه بتبقى حلوه. نخش الفرن هنقعد بالظبط ساعه، هنديها ميه شيف محمود، مش محتاجه ميه طبعا لان هي بالفعل هي متعلقه، هي مش لامسه اي حاجه عندي انها تتحرق. نبص تاني كده ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام يلا بينا. اتلون الصوص الصلصه هنا او الطماطم هو اللي بيديها الشكل المميز. هنخش على الرز كده، ننزل بالمقادير مخرجنا الرائع عشان الرز كمان يلحق يستوي، ونشوف الدنيا مع بعض فيها ايه وهتعمل معانا ايه. يلا بينا يا استاذه اسماء. اهلا بيكي يا استاذتنا الغاليه. طيب مقادير الرز بتاعنا ايه؟ مخرجنا العبقري المقادير بتاعتنا بيكون، بصوا استاذتنا الغاليه كان مين الحاجه، مين كانت الحاجه اسماء، ايوه من اسوان. الرز يا ريت رز بسمتي بالشكل دوت، ايوه يا معالي الباشا ايوه. وبعدين هنيجي هنا كده مع بعض نقرا المقادير الاول، بعد ما نقرا المقادير نبدا نشتغل مع بعضنا ما فيهاش اي مشاكل. الفرخه بتتقطع على اربعه، بجيب بوركين بعمل الفرخه كلها زي ما هي على بعضها ما فيش مشاكل. نص كيلو رز بسمتي يكون دهبي عشان بيتحمل. بيكون عندي فرخه متقطعه او ريش او لحم ضاني زي ما احنا عايزين، صوص الطماطم او صلصه، وادي البصل عندي ونشوف. يبقى فرخه 2 بصل مفرد 2 معلقه كبيره صلصه، نص كيلو رز بسمتي دهبي نقعته شويه، ثمره فلفل حار، 4 كوبايات شوربه او شوربه زي ما اتعودنا وعملناها كتير مع بعض، ولكن انا دايما اقول ايه، طلباتكم عندي مجابه واوامر. وبعدين يا شيفنا وبعدين نقول اخر مره تاني وسريعا كده المقادير بتاعتنا عباره عن ايه. مخرجنا العبقري بيكون عندي فرخه فرختين وراك زي ما انا عايز، 2 بصل مفري يا ريت يكون خشن، معلقتين كبار صلصه او كوبايتين عصير طماطم، نص كيلو رز بسمتي منقوع، ثمره فلفل حار، 4 كوبايات شوربه. خلصت القصه، يلا بينا يلا بينا. تعالوا هنا كده، ادي الفرخه عندنا، ممكن اقطعها على 4 ممكن اسيبها زي ما هي، ادي الملح وادي الفلفل الاسمر عليها. ليه؟ اول حاجه بعملها ان انا بطجنها. اول حاجه بعملها ايه؟ بطجنها. يعني ايه بطجنها؟ يعني بحمرها سنه صلصه صغيره كده عشان تساعدني في التحمير. يا اهلا وسهلا، نوسع كده للكاميرا بتاعتنا، يا سلام بالشكل ده كده. يا استاذ يحيى اهلا بيك، استاذنا الرائع استاذ يحيى اهلا بسعادتك. ايوه يا باشا اهلا بيك، اهلا بسعادتك يا سيدي. احنا بنحبك كلنا، ووالدي الله يرحمه كان برضه بيحبك. الف رحمه عليه يا حبيبي، الف رحمه عليه. تحت امرك، امرني امر. عايزني كنت عايز اسال عن البسبوسه. الايه؟ البسبوسه. ونعملها لك كمان يا حبيبي عينيا. ايه تاني؟ شكرا. انا زي والدك لو انت سنك صغير. يحيى حبيبي اهلا بيك. الزيت بيكون بيدخن عندي بالشكل دوت، ولازم يدخن، لازم ايه يدخن، يدخن ايه؟ يدخن من على النار، مش يدخن 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 سجاير، لا يدخن على النار. وبعدين يا شفنا نقوم عاملين ايه، ولازم يكون الحاجه كده غويطه. ليه؟ عشان ما تبوظليش البوتاجاز. ابص الاقي البوتاجاز كله مطرطه الزيت، بتبقى مشكله. هنا الرجل دي عايزه تفك، فلو نزلت على النار هتفك، فنحاول نعمل كده. وممكن اقطعها، شايفين كده؟ يا سلام، ده كده للحشو، مفيش بعد كده، شايف كده؟ ها حاضر. ونبدا نعمل كده ونحمر، نشيل اللي ملوش لازمه على طول. انا شغال ايه؟ شغال اعمل الاكل، مش هقول شيف لان انا مش شيف، واعمل ايه؟ ومساعد. مساعد مين؟ مساعد نفسي. ولازم ليه انا بقفل هنا المسامات بتاعتها؟ بقفل ايه؟ المسامات بتاعتها عشان تديني طعم. هات لنا بسرعه كده حاجه معناها خشبه اهيت، وهات لنا حاجه نرفع بيها او نقلب بيها الفراخ. مين اللي معايا؟ مخرجنا العبقري. وادي كده. وهات لنا بقى كمان شوكه عشان نرفع بيها اهي. خلصت القصه بتاعتنا كده، خلصت القصه بتاعتنا هنا كده. وبعدين يبقى ادي العده اهيت، يا سلام. هتبصوا تلاقوا الصلصه ادت لون زي ما اكون
الحاجه بصوا عامله ازاي، زي ما تكون كانت مسلوقه واتحمرت، تكون كانت مسلوقه واتحمرت. وصل المعلومه كده؟ وصل المعلومه كده. وبعدين يا شيخ بتتفجم بس تاخد الشكل المميز دوت. انا ليه ما قطعتهاش؟ انا ما قطعتها طبعا، الجمال كله انها تتقطع على 8 او تتقطع على 4، لكن انا ما قطعتهاش لسبب. يبقى شكل الصدر كده مش عاطفي شويه، الورك اللي بيبقى متماسك، لكن تبصوا تلاقوا كده الشكل مش عاطفي شويه لما تيجي تتغرف على الرز، فكده كشكلا هتبقى عاطفيه. ممكن احط الفراخ على الصلصه على البصل كله على بعضه وابتدي بعد كده ان انا اسقط الرز. تعالي لي كده ونشوف الدنيا في ايه. ادي شويه البصل اهمت، يا سلام على نفس الايه الشغل بتاعنا اللي هنا، اللي هو الماده الدهنيه، الماده الايه، الماده الدهنيه. شفنا يا سلام، مفيش بعد كده. هنبدا نطجن الكلام دوت. يعني ايه نطجنه؟ يعني البصل ده يدبل وياخد لون معايا، لون يكون هادي جدا، ما يكونش لون شديد معايا شويه. وبعدين يا شباب تعالوا نبص على الفرن بصه، مع انه ملوش لازمه ان انا ابص على الفرن بصه، ولكن اهو لازم نعمل الحركات ديت. لسه ولا حاجه حصلت خالص، لسه قصادنا ساعه، مش ساعه عشان تاخد وش، احنا يعني ما بين الفصل الثاني وبتاع يكون ربنا كرمنا وخدت لها وش. وادي منظر الفراخ اهيت. ليه؟ يعني لما نيجي نغرف، هنغرف الرز وعليه الفراخ، هتلاقوا الشكل اميه. انت ما حمرتهاش ليه يا شيخ محمود؟ كلها هقعد بقى سيجمنت، وهقعد نص الحلقه اديها اللون الحلو. والنار برضو بتاعتنا في الاستوديوهات مش زي نار البيت، نار البيت بتبقى قويه شويه، فاحنا كله بعد كده هيجيب بعضه. يعني هوريكم يعني ايه هيجيب بعضه. دلوقتي ابتدى البصل عندي، طبعا عايز انزل بقرنفل، عايز انزل بثمره فلفل سليمه تديني ريحه، اهلا وسهلا. عايز انزل بقرنفل وحبهان، ورق لورو، ليمون يابس، اهلا وسهلا. ورق اللورو كفايه ورقه او ورقتين، مش عايز ورق اللورو، ايه هو الورق بتاع الحبهان. وادي الفرخه اهيت، شويه زيت جدعانه. ايه يا عم انت عمال تقلب كده الحاجه ليه كده؟ وادي صوص الطماطم. وبعدين 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 شايفين بعمل ايه؟ غسلت البول اللي فيها صوص، مش غسلتها، اديتها ميه زي ما بتقولوا ايه، مصمصناها. وادي الميه، اداني الشوربه بقعده الكبسه اهي، ادي الشوربه بقعده الكبس. الفرخه دي هتاخد لها بتاع نص ساعه تلت ساعه كده تستوي، ونقوم مسقطين الرز. بعد ما الرز يتشرب بياخد بتاع نص ساعه بعد كده بقى عشان البخار، نص ساعة تلت ساعة بعد ما يتشرب، مش يتشرب وقلنا وندفع عليه قوم حاطط الفرخ. لو كانت الحلة غويطة زي المندي كده، وخلي البخار يطلع عليها ويسويها لي. يلا يا باشا، يلا يا باشا، ونخلي الكلام ده كده مع بعضنا شوية كده. أنا بكلم مدام سلوى. يا مدام سلوى أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذتنا الغالية، أهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك أنت يا ست الكل؟ منور الدنيا كلها. الله يحفظك ويبارك لي في عمرك يا رب. الله يخليك، الله يخليك. تحت عمرك ست الكل. أنا طبعا لازم أسأل عن أكلة لحضرتك، صح؟ لا 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 لا، اللي تأمري بيه إن شاء الله تكون إيه؟ أكلة بتاعتكم أنتوا عينيا. الامر لله، الامر لله يا شيخ. انت والله بصراحه الله يكرمك، الله يحفظك، مش مخلينا عايزين اي حاجه، برنامجك ناجح ناجح ناجح، ده بفضل ربنا ثم وجودكم معايا. انا الله يخليك الا بوجودكم معايا. الله يخليك، احنا متابعينك من ايام ما حضرتك في كل القنوات، من الحياه لصدى البلد لكل حاجه. ربنا يكرمك، انا معاكم دايما وبيشرفني وجودكم، هو اهم شيء عندي، وجودكم هو سر نجاحي. ما يهمنيش القناه اللي انا فيها، انا يهمني المشاهدين هم اللي يبقوا معايا. الله يكرمك يا شيخ، الله يكرمك ويوفقك يا رب. تحت امرك، تحت امرك، الله يخليك، شكرا يا شيخ. تأمريني. هنبدا دلوقتي مع بعض. الرز شغالين فيه شويه، الفراخ خلاص رمينا طوبتها وهي دخلت تستوي. هنبدا نعمل الحشوه اللي انا هعمل بيها الفطار. الفطار دي جميله قوي، عجينه بتخمر زي عجينه البيتزا. احنا عملنا بيتزا الاسبوع اللي فات صح؟ والله من كتر الاصناف انا ما بقيت عارف انا عملت ايه ولا ما، حتى معيد صنف انا مخي انا كبرت يا جماعه، حطوا دي في دماغكم.
يلا بينا ننزل بالمقادير مخرجنا العبقري الاستاذ عماره ونشوف مع بعض هنعمل ايه والدنيا هتوصلنا لايه وهتعمل ايه. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ اول حاجه انت اللي هتقول ولا انا اللي هقول؟ لما تيجي تشيل مكاني بقى. نص كيلو دقيق، ويا ريت دقيق عرق شديد يا جماعه في الحاجات ديت. قلنا ما علينا، 275 مللي ميه. والاخوه اللي بيقولوا يا اخي انت بتشتغل بالجرام وبالميزان وزعلانين، ما علينا مش هتكلم تاني في موضوع الميزان، انا غلطان. نص كيلو دي هنجيب من عند العطار، 275 مللي ميه يعني كوبايه ميه وتلت، نص معلقه صغيره ملح، 2 معلقه كبيره سكر، 2 معلقه كبيره من الزيت. تمام تمام كده. حشو بتاعنا عباره عن ايه؟ ربع كيلو مفروم او سجق، جبنه موزاريلا، كزبره خضراء او بقدونس، وفلفل الوان، فلفل اخضر، مفيش اي مشاكل ابدا. والله يا استاذه عماره اتكلمت على الميزان كتير، مخرجنا الرائع بيقول لي اتكلم على الميزان، انا ما بحبش اتكلم على حد، بس الميزان فعلا هو اللي بيظبط الشغل. مين اللي معايا يا استاذنا رائع؟ مين اللي معايا؟ يا مدام ليلى اهلا بيكي. مدام ليلى اهلا بساعتك. مدام ليلى وطي التلفزيون بس يا مدام ليلى. مدام ليلى اهلا بحضرتك. طيب وانا بتكلم مدام ليلى كده هبتدي ان انا ارفع الفراخ، هنزلها تاني مستويتش طبعا. مدام ليلى، يا مدام ليلى، طيب سعادتك حاولي الاتصال بينا تاني واهلا بيكي باتصال سعادتك. طبعا الفراخ ما استويتش، حاجه من الاتنين، يا دخلها الفرن تكمل سواها، لكن عندنا فراخ في الفرن خلاص ريحه والله يا روعه روعه روعه، وسنه لون زعفران كده، وادي الرز فين؟ وادي الرز اهو حاضر يا سيدي اهو كده اهو. وبعدين هنبتدي نجيب الرز كده الذهبي ونمساطينه كده، نقعته شويه، اي رز يكون سمره فيه ولا حاجه نقوم شايلينها على طول، ونخلي الكلام ده يغلي معايا دلوقتي، هقلب تقليبه كده وابص على ايه؟ ابص على الميه هتسويه؟ اه هتسويه. علو عقله صباع، وادي سنه الملح بتاعتنا، مش سنه ملح، ملح مظبوط طبعا اهو بالشكل ده. وهو الرز واخد زيت، وبعد ما يخش على السوى هنديله ايه؟ معلقه الزبده على الوش. يلا بينا يلا بينا، علي لي النار يا استاذه سلمى. اهلا بيكي استاذتنا الغاليه استاذه سلمى. طب حضرتك حاولي تتصل بينا تاني واهلا بيكي باتصال ساعتك. الفراخه دي يا جماعه هتبقى مهلبيه مهلبيه، مش عارف امسكها ليه؟ البخار هو اقوى شيء بيسوي. انا قلت قبل كده الخروف انا ما بسويش على البخار، بخار بس، كوبايه ميه وتبل الخروف وكتفه حطه في صينيه وقوم قافل عليه بالفويل، خش الفرن يقعد ساعه ساعه ونص تبع قوه الخروف تبع حجمه تبع سنه، ممكن يقعد ساعتين معاه، ممكن اسيبه ثلاث ساعات، تيجي تشيله كده اللحم بيقع. كنت وانا قاعد في السعوديه كانوا يقولوا لي كيف بتسويه كده؟ كيف؟ لان هم بيسلقوه، هو ناس عباقره في الاكل العربي، لكن كنت دايما ان انا اعمله بالطريقه دي فبيبقى ليه طعم غير عادي. هنبص على الفرن بصه كده هنلاقي الدنيا ماشيه معايا زي الفل، والفراخ ابتدت تقول معايا، يبقى دي فراخ الشوايه هي. شيف محمود الصينيه دي مش هتبوظ مش هتبوظ، ممكن احط على اي صينيه ثانيه او على صينيه الفرن، المهم ان انا مش عايز الفراخ ديت تلمس لي ارضيه الفرن. خليني الفراخ دي تاخد وش حلو الملاسوع دوت، خليني الرز ده يتشرب، ونبدا نحط الفرخه دي على الرطب. افرض ان كميه الرز كانت كبيره، ما الفرخه هتبقى مخليه الغطا ما بيقفلش، اذا هنا فقدت البخار. فنبدا ان احنا نقفل ممكن بفويل بس ما تبقى، بس انا كيس حراري، ان لو اديت كيس حراري فانا الصوص هينزل جوه الكيس الحراري، محتاج الصوص بتاع الفرخه الميه بتاعتها تبدا تنزل تسيلي بقيه الرز. تعال نبص على الرز بصه كده، وتعالى نعمل الحشوات بتاعتنا سريعا سريعا، وبعدين يا شفنا وبعدين تعالى اعمل لي الحشوه بتاعتنا كده. هات لي طبق من الاطباق اللي هنا ديت، وادي طماطم، ادي البقدونس، فلفل احمر، شويه زيتون ممكن صغيرين كده الشكل ده، وادي شويه فلفل يا استاذه ناديه. استاذه ناديه اهلا بيكي استاذتنا الغاليه.
ازيك يا استاذ محمود؟ عامل ايه؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب. الله يكرمك ويديك ويحرمك منك ويتسلم اليك وتسلم وصفاتك. انا عملت الكحك والبسكوت من حضرتك في كان تحفه. ربنا يكرمك. الله يخليكي، ده ربنا يحسن من ايدك دايما ويجعلك في العالي يا رب. الله يخليك يا استاذ محمود. لو سمحت انا عايزه اسالك كذا سؤال بس ممكن تجاوبني؟ سعادتك بتحتاج بحاجات عملي؟ سعادتك تأمري امر طبعا. عايزه البقسماط من ايد حضرتك وعايزه في قرايب بتتباع في الاقران ساده من غير اي حاجه. عايزه الطريقه بتاعتها. اول حاجه البقسماط وايه تاني؟ وقرايب ساده قد الصوبع صغيره. لون منين؟ بس من غير ايه؟ من غير اي حاجه، من غير شمر ولا ياسمين ولا حاجه دي. عيني حاضر. اكتبي يا شمال ونعملهم لك. حاضر عيني ولا يهم. اللي سعادتك بتأمري بيه عيني ليك. حاضر حاضر. ادي كده الحشوات اهي يا جماعه، فلفل مع معلقه الصلصه مع الطماطم مع البقدونس مع شويه بصل وملح وفلفل، ونبدا نجيب على نظافه كده. ادي الحشوه بتاعتنا، ادي الجبنه. ما علينا غير ان احنا عايزين عجينه بيتزا. بدل ما اجي العجينه دلوقتي، انا كده كده هعجنها لكم، يعني انا كده كده هعجنها، بس نفرد الاول ونلحق نسوي عشان الوضع النهارده معانا جامد شويه. ايه هو؟ لازم يبقى في حنكه على الهواء. ايه هي الحنكه؟ مش انا بقى الواد المحنك بقى، لا. الحنكه هي ان انا دلوقتي عندي فراخ في الفرن، والفراخ ليها تايمر معين في السوى. هنا كده مقادير العجينه اهو. فالتايمر بتاع جوه غير التايمر بتاع ده. هنشوف الدنيا فيها ايه يا استاذ احمد. اهلا بيك استاذنا الرائع. سعاده الباشا، اهلا بسعادتك استاذ احمد. عليكم السلام يا سيد الكل، اهلا بيك. حضرتك احمد عبد الوهاب من اسكندريه. على راسي اهل اسكندريه، على دماغنا من فوق. حبيبي ربنا يبارك فيك، احنا والله بنحب حضرتك جدا، والله بنفرح جدا بنشوف حضرتك على طول. شرف ليا يا سيد الكل، تسلم لي. الله يبارك فيك. على مالك خالص حضرتك. بس انا نفسي اعرف طريقه الرز المعمر. الرز هني ايه تاني؟ مسكر ولا لا؟ الحادق هني. عايزه بحاجه ولا ساده؟ يا ريت باللحمه هني. حاضر هني. اوامر كده سيد الكل. حاضر حاضر. تمام شكرا جدا يا فندم. سلم لي على ابنك اللي جنبك، ربنا يكرمك. تسلم لي تسلم لي. هنبدا دلوقتي. طبعا العجينه بتتعجن بتبقى خمرانه كده، وقلنا على مقادير. احنا نزلنا مقادير العجينه يا استاذ عماره، قلنا على مقادير العجينه اللي هي نفس عجينه البيتزا يا جماعه. نص كيلو دقيق، 275 ميه اللي هي كوبايه وثلث ميه، نص معلقه صغيره من الملح، معلقتين كبار سكر، معلقه خميره بلدي يا ريت، او نص كيلو ندي 30 جرام خميره، ربع كوبايه زيت او 25 مللي زيت. العجينه تتعجن تخمر. هوري لكم انا الخميره البلدي زي ما قلت لكم لقيتها احلى حاجه. هنبدا نجيب دقيق عشان افرده، وابص على الرز بس اتاكد ان الرز عندي اتشرب، فابتدي ان انا اعمل ايه، اهدي عليه النار. هنجيب العجينه دي كده، في صوت طشطشه جامد في الفرن، ولكن الطشطشه ديت ما تهمنيش. ادي العجينه قسمناها اتنين اهي. عايز اقول لكم على حاجه، بتعمل لي ارتكاريا برضه يا اخي. اعمل ارتكاريا، انت هتزهقنا ليه بس يا شيف محمود؟ بصوا على الرز كده، بصه جاي معاك يا بوب الرز. هديني النار كده الى اقصى مستوى، هات لي الزبده كده نصها هنا، وادي الفرخه اهي، خلي البخار ده يعيش معاها، وادي بقيه الزبده هنا. ومين معايا يا استاذ عماره؟ شايفين الزبده نزلت على الفرخه عامله ازاي؟ ايه ده؟ انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه، الزبده دي هتسيح. وهوريكم الدنيا دلوقتي عامله ازاي معانا. فاصل دلوقتي؟ طيب قبل ما اخد الفاصل بسرعه، عايز اوريكم الفرخه بس اللي في الفرن معايا، عشان ناخد الفاصل كده براحتنا بقى وبمزاجنا ونعيش مع بعض في الفاصل كده. ايه الاخبار؟ بص تلاقي الدنيا بقت عجميه. ايه الاخبار؟ كل ده سامعين الطشطشه دي؟ الطشطشه دي انا ما عنديش اي مشاكل، هي عماله تنزل الدهون بتاعتها. انا ممكن اخد الدهون دي لو انا واقف كيس اكل بقى احطها على الرز. يلا بينا هناخد الفاصل دلوقتي، نرجع بعد الفاصل ترك نخلص العجينه بتاعتها ونسويها ونعجن دي. فاصل واعود لحضراتكم. اهلا
الكلام بحضراتكم قبل الفاصل عملنا الشغل بسرعه ضربناه ورا بعضه. هنيجي نبص على الرز كده بصه هديت عليه النار ونار هاديه بعد ما تشرب نعمل كده البخار ده يسوي لي خروف. شايفين البخار اللي طالع ومزروع فيه الفرخه ده ولا حاجه يسوي لي خروف. ريحه الرز روعه واخد الزبده على الوش والفرخه مفيش بعد كده. فين اللي هنا شفنا نروح بسرعه نتنقل على قسم الفران ونشوف الدنيا هنا فيها ايه. هنلاقي الفرخه السيخ زي الفل. ادينا فوطه كده يا شيف محمود عشان ايديك ما تتحرقش وتقدر تكمل الشغل. حاضر. نيجي كده هنا ونهدي النار عشان ادخل عجين ما اجيش انسى واتلخم. يلا بينا. وادي الفرخه بتاعتنا ما نزلتش الا الدهون بس. شايفين الدهون؟ نوريها كده الاهب ايه؟ دهون بس اهي. شايفين الدهون قد ايه؟ ولا لمست الارضيه. هلمع بس بالدهون ديت. هلمع وده حلو قوي للي عامل دايت. حلو قوي للي عامل دايت. هناخد بس شويه دهون من ديت نبدا نلمع بيها الفرخه. وطبعا لو عامل دايت ولا لمع ولا بعمل بس احنا عشان في التلفزيون فنبدا ايه نلمع كده نحل شغلنا. نعمل ايه؟ نحل شغلنا اهو زي المحلات يقعدوا ايه حلوا شغلهم حطوا لها كريم حطوا لها شامبو. وبعدين 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 هنبدا نفرد العجينه بتاعتنا عشان وادي الحشوتين وادي الفراخ او عايز تجيب الفراخ خدها مخرجنا العبقري وعلى ما يهلينا خالص خالص خالص. وبعدين سخنه السيخ سخنه اهو ماشي ماشي يا ستي. وبعدين هنبدا نفرد كده. ادي السنه دي العجينه دي عجينه بيتزا خمره الاول خمره الاول. عجينه البيتزا او عجينه الفطاير من هنا بعد ما خمره الاول على الفرن على طول. نقول تاني عجينه الفطاير من هنا الفرد على الفرن على طول. حته اللي بيقول او حد بيقول او يقول ان احنا العجينه بعد ما تتفرد الشكل دوت تخمر الاول يبقى تخمر تاني يبقى انا بعمل ايه؟ برافو عليك قرص طريه قرص طريه. شايفين العرق الشديد بيعمل ازاي؟ شايفين العجينه جامده معايا عامله ازاي؟ وخليها لي كده. يا سلام لو عندي فرن طاقه او اسوي بطريقه سوى البيتزا مفيش بعد كده. شفنا. وبعدين هات لي كده فرشه. مين معايا مخرجنا الرائع؟ هات لنا شويه ميه كده عشان اعمل التصاق. ما تشوف لنا كده البخار شغال يا شيف محمود ولا لا؟ عشان الفرخه دي ها نبص بصه كده اهو حافظوا على البخار ما نكشفش ونقعد ويجي لي تليفون هرب من البخار مشكله رز ما استويش. ها شايفين الدنيا عامله ازاي؟ انا مطمن قوي. هتلاقوا الفراخ دي بقت مهلبيه معايا. وبعدين يا شيفنا كده استاذه نصره معايا وادي كده متخافوش من اي حاجه. بصوا من العجاين التحفه. وبعدين يا شيف محمود وبعدين ها وبعدين يا ست ام مؤمن اهلا بيكي واستاذتنا الغاليه بتقفلي في وشي يا ام مؤمن معقوله. وادي كده شايفين مش عايز جبنه موزاريلا بقى بافراط. احلى حاجه هي المعجنات على الايه السفره بتاعتنا. جبت دول كده انا جبت ميه ليه؟ انا مش محتاج الميه يعني او ما بستخدملهاش ميه بس انا بحب اوري لكم ايه اللي هيقابلكم وايه اللي مش هيقابلكم. وادي كده وادي كده ايه ده شفنا ده. طب وعني كده السوا شيف محمود طبعا. يا سلام لو عندي اسمه ايه فرن الطاقه ارفع ارمي مفيش بعد كده. هات لي كده سيتي هات لي اوبا ده اللي انا عامل حسابه عشان كده دايما اقول لكم حطوا ايه حطوا الحشوه على طول هنا ولا يهم ولا حصل حاجه الا هيجر ولو حصل مني ولا يهمكم. المهم انتوا
تبقى عارفين. عشان كده دايما خلي العجينه مفروده هنا. يعني انت فردت هنعملها المره الجايه. يعني انا فردت هنا او فردت العجينه في الاتجاه ده. شد لي بس كده ما تخافش. وشد لي هنا. العرق شديد ما تخافش. فلما افرد العجينه واحطها هنا وابدا احط الحشو. عشان ايه؟ هما بيشيلوها على اللي هو الخشبه اللي بيشيلوا بيها العيش دي كده. الخشبه اللي هي بتاعت العيش. وبعدين يا شفنا وبعدين هاتي دي كده عشان نشيل ده كده ملزقش في العجين ونبدا نفرد دي كده. وانا بكلم الست ام حنين اهلا بيكي يا استاذتنا الغاليه. ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ الله يسلم لي عمرك يا رب تسلم لنا. الفرخه دي اسمها مد تتسوى كده في الفرن ما تبقاش فيها اي لسه دم ولا حاجه؟ لا 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 تستوي. امال ايه؟ من غير ما تتغطى؟ من غير ما تتغطى. ليه السؤال معلش؟ بعدين احنا في الصيف تتغطى تشغلي لها مروحه ولا تكييف؟ لا بس هي لازم تتغطى في الفرن ولا هي لا 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 ايه كده ايه كده تشاب بس اديها ايه لو لقيتيها لونت زي كده ايوه بتعملي ايه بقى؟ بتهدي النار. أيوة. تنزليها من نار عاليه النار هاديه وتسيبيها ما يقلش عن ساعه. طب ايه سؤالين معلش الكورونا يا فندم؟ سؤالين 10 اسئله ولا ايه؟ الكورونا اللي حضرتك عملته حلو قوي مال كام بنطه؟ تلاته مجوز. ايوه بس طيب معلش يا استاذ محمود الايس كريم اللي مدام حنان كانت عملته بالزبادي ممكن اعمله بالفاكهه؟ انا عايز اعمله بالفاكهه الطبيعي. طيب هقول لك معلش. طيب يا ست الكل ولا يهمك عينيا جاوبني الوقت الله يخليك عينيا انا مش هنسى والله. حاضر. نفس القصه يا اخي انت مش قلت احط العجينه هنا ونقفل؟ اه بس المفروض ايه لو حطيت هنا هضايق نفسي وبتاع. يلا مش مشكله ما بتيجي مني انا مش مشكله انا اتسامح انا الشيف محمود لكن بالنسبه لكم اخاف عليكم ولا يهمه. يعني انت الشيف محمود فاكر نفسك ايه؟ ولا حاجه. بس لما بغلط ما بتضايقش ولا بخاف على الهوا ولا بتاع. اخاف ليه؟ ولا حاجه. ولو بوظت الدنيا ما حدش فيكم هيزعل مني ولا يقول لي انت بتعمل ايه. محبه من عند ربنا اعمل ايه؟ وبعدين زي كده يعني ما بحبكم. وهات لي كده وهات لي كده. شيف محمود دي كده الفرد ولا لا بتتقطع شايفين؟ يا سلام. وبتبقى مكشوفه كده يا سلام لو دهنت هنا اصفر بيض وقمت مدي حبه البركه او سمسم. يلا بينا. اوعى بقى تتقطع تاني. ها يا مسهل الحمد لله جت معايا المره دي. ها كده كده خلصت القصه بتاعتنا. خلصت القصه بتاعتنا. مفيش عندنا شويه سمسم. وما عادش عندي بيض كمان. الولاد كلوا البيض كله. طب اعمل ايه؟ ممكن ندي لبن؟ الولاد خدوا اللبن. ما عادش لا يا ابو حميد انت كده بتغلط فيا. انا احتاج فاصل. هندخل الكلام ده الفرن هيقعد معايا في حدود ربع ساعه. ما تخافوش لو كانت النار عندي فوق وتحت. نار عاديه زي الفرن بنشغلها ممكن افصل تحت واطلع فوق. ندخل الكلام ده طبعا لو خد اصفر بيضه يديني وش مميز. نرجع بعد الفاصل بسرعه. نرجع نبدا نغرف ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. ما تخافوش من اي حاجه. فاصل اعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل زي ما اتفقنا عملنا الفراخ بتاعتنا. ادي الفراخ اهيت. نبدا نجيبها كده نهذبها الشكل ده ونهذب الطبق بتاعنا عشان يبقى طبق ايه مهذب. قال يعني خلاص الطبق ما يبقى مهذب لو مش مهذب مش هناكل الفرخه دي. ولا لو في ايه لو طبق بلاستيك. وادي كده خلصت القصه بتاعتنا. ها ايه الاخبار؟ بصوا لها وتمعنوا فيها ومنظرها قد ايه مغري. مفيش حاجه اسمها طالما عملتها على الشوايه ما تخافوش من اي حاجه هتستوي وهتطلع زي الفل معانا. نبدا نشوف الرز بتاعنا. هتلاقوا بصوا قعدت قد ايه نص ساعه على النار. طب ليه ما قعدوش نص ساعه على النار؟ ايه المشكله؟ ها ايه الاخبار؟ خلاص اصل الرز هيعجن. يعجن مين؟ اصل ده هو الرز يتشرب واول ما يتشرب افصل عليه. لا يلا بينا يلا بينا تعالى لي كده
شايفين الفرخة عاملة ازاي؟ يلا كده الفرخة كانت فيها مية شوربة يعني التكة دي فمفيش داعي ليها ونبدأ نقلب الرز كده نشوف الرز عامل ازاي ها ايه الاخبار شايفين الرزاية عاملة ازاي نرفع كده الرزاية ورزاية جامدة بصوا عاملة ازاي ها ايه الاخبار كل ما الرزاية قعدت كل ما عملت ايه كل ما ابتدأت تديني طول وتتنفخ مين معايا ومخرجنا الرائع عفوا مين معاك يا احمد يا استاذ محمد اهلا بيك وباهل المنصورة اهلا ازيك يا شيخ محمود ازاي سعادتك يا سيد الكل اخبارك ايه سعادتك بخير انا بخير تسلم لي ربنا ربنا يخليك لينا يا رب وما نتحرم منك ابدا ربنا يحفظك ويبارك لي في عمرك سيدي الله يبارك في عمرك الحمد لله تمام والله دايما يا حبيبي مبسوطين بك وباكلك والله العظيم ده شرف ليا يا سيدي الكل ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك يا رب الله يحفظك عمرنا الله يفتح عليك ويبارك انا بس عايز اسال لحضرتك طريقة عمل الكفتة الكفتة المشوية على الفحم عينيا ويا ريت اخد رقمك الخصوصي انا مبسوط بحضرتك والله سعادة الباشا تحت امرك خد الرقم ده انت اوامر اوامر عينيا ليك حاضر اديله الرقم يا استاذتنا الغالية عينيا ليك انا تحت امرك نفس الصوص اللي نزل من الفراخ شايفين نفس الصوص اللي نزل زي شيل التلميع نروح نبص على الفرن بصة ونرجع تاني كده نشوف الدنيا فيها ايه ايه الاخبار وصلنا في حدود 5 دقايق كده مخرجنا الرائع لا لسه في وقت كده احنا خلصنا انا عرست في الشغل بس كان عندنا فرختين عايزين يستووا رز وشرح جامد زي ما احنا شايفين طب ما يغركمش الجناح بتاع الفرخه ده من حد 100 مميز مع ان ايه اللي طلعها في التلفزيون بس بصوا جابها لي عامله ازاي مكسوره الجناح مين اللي معايا يا استاذنا الرائع مين طيب ست ام مؤمن اهلا بيكي اهل سوهاج على دماغي من فوق ست ام مؤمن اهلا بسعادتك اهلا وسهلا معاك ولا كان عاملك ليك في السكه في وشك لا ربنا يخليك ده انا بهزر ده هو خط عيني قطع اه والله قطع غصب عني المهم انا عارف عايزه العجينه الحلوه اللي انت عملتها بتاعت عزيمه البرجه العيش البرجه عايزه العجينه طب اقول لك عليها حاضر عينيا ماشي اللي هو طلع وبعد كده انا هزعل منك بعد كده معاش اللي يزعلك طلباتكم بتبقى اهم يا ست مومو عشان انت قلت لك على صوص النعناع والمربط الحليب وما عملتهمش طيب اللي هو لبن المكثف تصدق بالله لا اله الا الله لا يا محمد رسول الله انا مجهز لك حتى صوص النعناع بس ما لقيتش نعناع فريش وانا جاي لكن انا مجهزولكم في دماغي لبن المكثف نفس القصة ممكن اعملهم لسعادتك بكرة ان شاء الله حاضر ولا يهمك يا رب ربنا يخليك والله العظيم ما ناسى طلباتكم اوامر عندي يا ام مؤمن مش هتعزمنا على الفرخة الحلوة دي ده اوامر توصل سوهاج حالا معانا مصر مش في سوهاج بس انا من سوهاج اصلا بتكلم في مصر في مصر انت كده يعني سهلتيها علينا انا كنت اقولك عبال ما اجي سوهاج اصرف لي بتاع 500 600 جنيه هاتيلك 10 فرخات على حسابي بس كده انت احرجتيني سيب الالوان مع المخرج ونبعتهم مع عزة اخونا الرائع الدرايفر الجميل اللي احنا كلنا بنحبه انا وشايفه على حبايب الاخوات عينيا ليك اموري اوامر تحت امرك بالنسبه لعجينه الكايزر يا جماعه عجينه الكايزر او الفينو امرها سهل جدا انا بتكلم على الفران يعني انا ما دخلتش لما عملت الكايزر والفينو والتوست ما دخلتش في الزبده واللبن والكلام ده كله انا عملتها بصوره بسيطه جدا اللي هو بيبقى في حدود كيلو دقيق دقيق عرق جديد نزل دلوقتي في السوق دقيق هتلاقوا كيس كده احمر بس ما اقدرش اقول البراند مكتوب عليه دقيق بيتزا ومخبوزات رائع عشان ما نقعدش نروح للفران ونقول له عايزين دقيق قوي فيما بعد ان شاء الله يعني خدوا تليفوني انا اقول لكم مثلا على اسمه ايه وانا مش بسوق له لان انا معرفوش لكن لما يبقى دي صح اما بتبقى الخامه اتعملت في مصر
ما شاء الله زي الفل، احترف واقول لكم الخامه دي زي الفل، وانا اطلع مين؟ انا ولا حاجه، لكن انا مواطن مصري، فاقول لكم الحاجه دي جميله جدا، الحاجه دي جودتها سنه لا. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب بنجيب كيلو دقيق عرق شديد 550 ملي من الميه، 60 جرام من الخميره البيره او خميره الفران، كانوا زمان يقولوا عليها خميره بيره، هي خميره الفران، لو خميره جافه يبقى 20 جرام، 50 جرام سكر، 50 ملي من الزيت، والزيت نحطه اخر حاجه، 20 جرام من الملح، يعني معلقه صغيره، ونبدا نعجن الكلام ده لمده 3 دقائق، بعد كده ادي الزيت واكمل عجن لمده 6 دقائق، سيبش العجينه تخمر تتقسط في حدود 80 جرام 60 جرام، وابدا اقورها واحطها متباعده عن بعضها، لما تخمر احطها في دولاب فيه ميه مغليه، تخمر ابتدي اديها اصفر بدل انا مزوده ميه، لو الفرن عندي فيه ستيم او كده اقدر ادخلها فيه على طول. خلاص ها ايه الاخبار؟ ابتدينا هنا نخلص، فاضل لي قد ايه يا ابو حميد؟ حلوين قوي، بعد دقيقة بالظبط يا ابو حميد تقول لي، أنا على أقصى سرعة أهو. طب العجينة دي وخدوا بالكم أنا فردتها رقيق. ما تتفردش تخين عشان لما تخش الفرن وهتخمر تاني ما تدينيش قرص طرية، البيتزا تتفرد رقيق. عشان لما تخش الفرن ما تدينيش قرص طرية. اتفقنا؟ اتفقنا. مين معايا أستاذتنا الغالية؟ عفوا؟ استاذ طه اهلا بيك واهلا باهل الاقصر جميعا. الله يبارك فيك يا غالي. اهلا بسعادتك يا سيدي الكل، اخبرني. عايزين نشوف حكايه البسبوسه والله. البسبوسه عينيا اوامر. اكتبي لي البسبوسه ان شاء الله ان شاء الله يمكن الاسبوع ده نعملها. حاضر ولا يهمك، داخلين على الشتاء بقى. عينيا. الله يبارك فيك يا غالي. انا تحت امرك. قصاد قد ايه يا حماده؟ مش عايز تقول لي الوقت خلص لما تطلع. انا قاعد معاك، قاعد معاك. نعم. طيب كلم رئيس القطاع دلوقتي ان هو يمدنا في الحلقه ربع ساعه بدل ما الحاجه تسيب، ما فيهاش اي حاجه. عينيا. وايه يعني لا تطلع دلوقتي. العجين انا حطيته بالحشوه نيه، لك الحشوه بتسوي في الفرن، احلى حاجه للحاجات دي فرن الطاقه. فرن الطاقه، واحنا ابتكرنا فرن طاقه للبيتزا اللي شفناه اللي بيتابعني. عشان انا والله بروح من هنا الحنجره لهنا مش عارف اتكلم. وحشر هو شغلي كلام وشغل، لكن ببقى عايز المعلومه توصل لكم على السنه. هنبص على العجينه كده بسرعه ونشوف الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه، عشان ما نخسرش كل حاجه. حطها كده قصاد مخرجنا، لا طبعا لو قعدت شويه خدت اللون الاحمر مفيش بعد كده. ها انا داهن الصاج ده زيت، انا داهن الصاج ده زيت، خلاص ضروري. وبعدين يا شيفنا وبعدين بنبدأ نطلع كده كده وتطلع الضيوف بتاعتنا، مفيش بعد كده. الشيف محمود ها الولاد حطوا فين المضرب بتاعي؟ المضرب ما علينا، خلاص ارفع لنا التانية كده. مين اللي معايا استاذتنا الغالية؟ وادي كده فرن الطاقة بيطلع الحاجة دي مقرمشة مقرمشة، اتفرجوا بقى عليها كده. مفيش بعد كده الحشوة والجبنة على الوش حاجة، لا ما تجيبنيش انا خلاص خلصت يا احمد اديني الاكل. ها تمام؟ تجيبنيش انا يا احمد بقول لك. ها تمام كده؟ حلو قوي كده، ارفع كده. ما عشان انا خلصت بتقول لي احنا خلصنا، ما تبقاش بجميلة. انت عارف ان انا كمان خلصت بجميله بقى على الهوا بقى، واحمد بيحبني بقى وادي كده عملنا فتح الشهيه اهوت اللي هو المعجنات بتاعتنا بالسجق وباللحمه، عملنا الرز مع الفرخه شفنا ازاي ست مؤمن طلباتك انا مش ناسيها ابدا، وعملنا الفرخه بطريقه الكبابجي السيخ زي ما احنا شايفين. انا اللي بشكركم جدا، ربنا يخليكم ليا ودايما كده انتوا جنبية، ربنا اولا ثم حضراتكم. وزي ما قلت لكم قبل كده كنت لكم على الفيسبوك، انا ممنون ليكم جدا لانكم انتوا سبب في كل حاجه حلوه في حياتي بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يخليكم ليا.
نتعلم ونعرف كل حاجة. ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.